مع بداية العام الحالي أصدر مصرف لبنان تعميم لكل المصارف بوقف العمل على القروض السكنية المدعومة. القرار كان مفاجئ خصوصا أنه إجا بعد شهرين على تخصيص مصرف لبنان مبلغ 750 مليار ليرة لدعم القروض السكنية. التبريرات اللي كانت بالبداية تقنية وترافقت مع وعود بعودة الدعم بدأت تتظهر وتكشف عن خلل بإعطاء القروض وهو اللي دفع لإيقافها وتأخير عودتها حتى اليوم. يعني هيدي القروض يجب أن تعطى لناس الطبقات الوسطى ومدون، صار في إعطاء قروض إلى من لا يحتاج إلى، يعني إلى ناس ميسورين. وقبل ما يصير في أوديت جدي وعلني معاقبة علنية ما رح تمشي أن القروض برأيي عن جديد. مفاعيل وقف القروض السكنية المدعومة بدأت تنعكس بشكل واضح على شريحة واسعة من المواطنين اللي عمدوا لدفع مبالغ أولية لشراء شقة قبل ما يقدموا على قروض سكنية، هذا بالإضافة إلى حالة الجمود المميتة اللي أصابت كل القطاعات. بالنتيجة اللي كان أخذ شقة ودافع رعبون ومتكل أنه يأخذ قرض ليكمل الثمن صار في إشكالات، وهالإشكالات هذه يعني خلقت نوع من النزاعات. كان في كم شاب عم يتجوزوا هلا وقفتوا له نسلهم، شو يعني تتوقع اللي عم يقبض مليون ليره كيف بده يتجوز؟ كيف بده يشتري بيت؟ ما في مصاري وبدهم يتجوزوا وبدهم ياخذوا بيت، وشو بدهم يعملوا؟ بدهم ياخذوا قرض، ما في بنكات، ما بيتجوزوا. اذا اعطوا قرض بيكون كتير غالي، يعني بيكون عالي الفايده، وعم بيكونوا اصلا الشقق كمان كتير غاليين. انا اولادي اثنين هلا بالجامعة هونيك بدهم يتوظفوا، ما فيهمش يشتروا شقق هلا يعني ولا بأي شكل من الأشكال. شو بيعملوا؟ بدهم يستأجروا والأجارات غالية. أكيد السوق العقاري كتير متأثر بالناحية هاي، كله عم ينهار شيء ورا شيء، مش هم بتشوف الاقتصاد عندنا بلبنان كل من ولا ورا. حل مشكلة الإسكان تحرير الأجارات. المطورين العقاريين دفعوا الثمن الأكبر لهالقرار، فبالإضافة لجمود سوق العقارات انخفضت أسعار الشقق بما لا يقل عن 30%، وهو الأمر اللي بهدد كتير من الشركات والأفراد في حال استمراره لفترة طويلة. الشقق الصغيرة هي مطلوبة بدون شك، وفي عرض وفي طلب عليها، جمدت بسبب القروض خصوصا أنه ارتفعت الفوائد. يجب تخفيض هذه الفوائد ومبادرة بتجي من الحكومة. الحل هو بتأمل أن الحكومة بأسرع وقت تتألف وتاخد على عاتقها إيجاد حل لهالموضوع. هيدا هي دورة اقتصادية متكاملة، يعني متى رجعت الدورة الاقتصادية الكاملة بيرجع كل الأمور للنصاب. تشكيل الحكومة وإعادة النظر بالسياسة الإسكانية وتصويب القروض المدعومة هن الحل لمشكلة خطيرة ومتفاقمة.